بسم الله الرحمن الرحيم. قامت كتيبة شهداء الصنمين التابع للواء حمزة أسد الله بتأمين انشقاق مجموعة من المجندين وصف الضباط من اللواء 79 والفرقة 9 في مدينة الصنمين. عرف عن نفسك. المجند عبد الله عمر محمود اللواء 15. رقيق مجند وانيس قزنجان مشفى الصنمين العسكري. المساعد أسامة العفوت مشفى الصنمين العسكري. مجند سهير ويسم اللواء 15. مجند محمد زناد من الفرقة 9. مجند أحمد ياسين حسن لواء 79. العريف نوار جرفاء لواء 79. مجند محمد عبد الرزاق لواء 15. رقيب ياسم العويد للفرقة 9. الرقيب محمد اللوسي من لواء 15. مجند محمد فرقة 9. مجند إبراهيم الدخيل فرقة 9. مجند أحمد صراني لواء 15. مجند محمد زين لواء 15. مجند محمد رزوق من الفرقة 9. مجند مصطفى صياد من الفرقة 9. مجند عمر قليش من لواء 15. مجند محمد الغوب المشفى العسكري. مجند مطار رشيد من الفرقة 9. مجند محمود خضر الفرقة 9. مجند أحمد بركات من الفرقة 9. مجند محمد زرده من مشفى الصنمين العسكري. يا إسماعيل أول من مشفى الصنمين. وتم تأمين هذا الانشقاق بفضل من الله تعالى وبجهود أبطال كتيبة شهداء الصنمين. ونوجه نداء إلى كافة الأخوة من كافة الطوائف والأديان بالإسراع بالانشقاق عن نظام هذا الطاغية ووقف حمام الدم اليومي في سوريا. تكبير. الله أكبر. الله.